لا تنسوني من دعمكم للقناة بعمل اللايك ومتابعة القناة حتى يصلكم كل جديد. يومكم سعيد. هذول يعني مت عليهم. They're puffy jackets بس انهم جلد. I love it. وينهم عني ايام لندن؟ هذول البافي جاكيتس كانهم مخدة، يجنن، خفيف مرة بس انه يدفي. حلو اللون، اتوقع في منه 5 أو 6 الوان. But I love this. So guys, دول التريننج سوتس. طبعا they come in separately بس هذا اللي كنت لابسته في لندن. طلعون الاصبع منه، مرة يدفي كأنه جلوف. وطبعا الهودي از كروبت، بس كروبت الحلو يعني مو اللي يطلع التامي، لا يعني غطي حلو مره. So guys هذا هو الهودي، شوفوا زي ما قلت لكم انه كروبت بس مو تو كروبت. وشوفوا هذا الجلوف، السليف جلوف مره حلو. بعد في منه سو ماني كلرز. انا اللي لابست سمول بس اللي يبي اوفر سايزد احس الميديوم حلو. نفس الفكرة بس انه it's with no hoodie. حلو مرة اذا لبسته يعني فوق كذا لبس الجيم، خصوصا الحين بهذا الجو، او تحت العباية. حلو مرة هذا it's a size of medium. وشوف شوي oversized احلى. انا هذا السايز يعني يعجبني اكثر. guys هذا الدنم جاكيت مرة جاز لي. طبعا خدت انا الميديوم because I like it oversized. طبعا it's unisex. مرة مرة حلو. guys هذول الشيرتس الجديدة توا نازلة، في لونين، في هذا الجري وفي واحد ابيض. مرة حلوين وترى مرة يدفون، فيهم زي كذا اللايننج ناعم يجنن. I love it. هذا اللون الثاني طبعا زي ما قلت لكم انه كذا مبطن كأنه دوفي، يجنن، عجبني مرة. هذا هو. طبعا الحين موضة الفست مرة رجعت، هذا بعد فور اكسترا يعني وارمز. مرة حلو انها على جهتين، هذه الجهة كذا زي الجوخ وهذا جهة البافي. مرة حلو. guys this is my favorite hoodie. مرة عجبني الكولر كومبو حقه، كذا جري بس كذا جري واشد جري. حلو حلو مرة. وباي ذا واي كل الهوديز صار فيهم هذا. I love this. مرة مرة حلو. طبعا أنا لابسة سمول oversized. So guys هذه هي الهوديز الجديدة. ها طبعا خامتها شوي غير بس مرة حلو. super soft. وكلهم فيهم يا اخي.